النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس إن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يستدل به دعاة الاختلاط ودعاة مصافحة المرأة ونحو هذه الشبهة التي يلقونها على الناس. وهذا الحديث مما يستدلون به، والجواب عليهم من وجوه. الوجه الأول أن يقال لهم إن المتشابه يرد إلى المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا أولا، هذا متشابه يرد إلى المحكم. ما هو المحكم في هذا الباب؟ قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، عندما جاءت النسوة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا مصافحته كما يصافح الرجال منعهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أصافح النساء، كلامي لمئة امرأة ككلامي لامرأة واحدة. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذه حديث محكمة واضحة، فيرد هذا المتشابه إلى المحكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء أنه ليس المراد بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأمة بيد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ الفعلي بأن تكون هناك مماسة، وإنما هو لازمه وهو الانقياد، لازمه وهو الانقياد، كما في الحديث في الدعاء خذ بأيدينا إليك. ما المراد بخذ بأيدينا إليك؟ المراد به اللازم هو الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب عربي تعرفه العرب، كما تقول مثلا أخذ بيده إلى الالتزام، أخذ بيده إلى كذا، لا يراد منه الفعل الحقيقي أنه يأخذ بيده، وإنما المراد به الانقياد. وهذا مما أجاب به بعض أهل العلم على هذا الحديث، وهو وجه وجيه. والرد الثالث عليهم أن هذا لو حمل على الحقيقة، لو حمل على الحقيقة فإنه يعتبر من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمن الفتنة في حقه صلوات ربي وسلامه عليه بخلاف غيره من الناس، فإنهم معرضون للافتتان بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص التي خصه الله عز وجل بها ما لم يخص بها غيره من الأنبياء فضلا عن الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. والوجه الرابع في الرد عليهم أن هذا يحتمل أنه قبل النهي، أنه يحتمل أنه قبل النهي. وقد يقال قد جاء في رواية عند الإمام أحمد وابن ماجه في هذا الحديث أنه لا ينزع يده من يدها حتى يعني يقضي حاجته، يقضي حاجتها، فيجاب على هؤلاء بأنها لو صحت هذه الرواية فتحمل على إما قبل النهي وإما على الخصوصية. والصواب أن هذه اللفظة يعني التي رواها الإمام أحمد وابن ماجه هي ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح الثابت هو هذا الحديث أنها كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث جاءت. أما زيادة لا ينزع يده من يدها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت فإنها تحمل على ما ذكرنا إما قبل النهي وإما على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى لدعاة الاختلاط شبهة في هذا الحديث، شبهة في هذا الحديث.